میلاد المصطفیٰ، میرے دوستان کے گزارش ہے کہ تجھے اپنی جگہ پر تشریف رکھو اور بقیدہ محفظ آغاز کروائیے اور تلاوت کلام پاک واسطے بقیدہ صاحب کو دعوت دیا. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میں بلا تاخیر جناب قاری محمد امین ساقی صاحب انہاں نوں میں دیاں گا، او تشریف لے آندے نے اور تلاوت کلام پاک فرما کے ساڈے دلاں نوں مستفیض فرما دے نے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم
وجوه من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ساری محمد امین ساتھی صاحب جڑے تلاوت کرام پاک فرما رہے سن.